بكم في هذا الشرح الثاني حول الكلاود ديجيتال اوشن. في هذا الشرح غنتطرقوا للفوليوم. الفوليوم تسمح لنا ناجوتيو واحد ليسباس دو ستوكاج لان انستانس. غتجيو هنا تكليكيو مره اخرى، غتجيو لهذا البوطون تكليكيو على فوليوم، غادي نختاروا مثلا 10 جيجا. 10 جيجا هي بدولار للشهر. سيليكت دروبليت، غنختار هذا الدروبليت لو نون ديال الفوليوم. اش غنسميه؟ نسميه باك اب فوليوم. هنا غنختار اوتوماتيكلي فورمات اند ماونت، يعني غي فورماتيه وغي مونتيه ديريكتومون في هاد لانستانس. كرييت فوليوم، اوكي، فوليوم هاز بين اتاشت. غتجيو لهنا لهاد لانستانس، غتكتبو هاد لا كوموند دي ميساج باش نشوفو شنو هما لي زيفينمون هاردوير اللي وقعو. غادي يقول لك راه تاجوتا واحد ديسك، بحال فاش تبرونشيو اون كلي يو سي بي ولا ان ديسك اكسترن مع اون ماشين لينكس، يعني تي ديتيكتي هاد ليفينمون. و درنا دي اف تيري اش، غنلقاو انه ديجا مونطاه باش تعرفو السهولة ديال هاد ديجيتال اوشن. فوالا، ها هو 10 جيجا مونطاه في باك اب فوليوم اف ار ا هنا الداتا سنتر. اش نقدروا نديروا بهاد الفوليوم باك اب؟ قلنا نقدروا نديروا فار سناب، نديروا واحد الباك اب لهذاك لو سيرفر اللي انستالينا في التوتوريال الاول. التوتوريال الاول شفنا فيه هاد جيت تي، هاد جيت تي انستالي فوست سلاش فار سناب جيت تي. غنديرو باك اب لهاد الدوسي جيت تي سلاش ام ان تي باك اب. فوالا، هنا درنا باك اب بسهولة، فيه 3 ميجا. هاد الباك اب تيسمح لينا نمونطيو هاد الدوسي في اون نوفيل انستانس. مثلا الى خسر لينا هاد لو سيرفور، هاد الدروبليت الى وقع فيها شي مشكل، بحال شي طابيتو اون موفيز كوموند ولا سوبريميتو لو دوسي، تبقى عندنا واحد لا كوبي ار 5 في الفوليوم. ها هو فوليوم راه مأطاشي توجور لهاد لانستانس. نقدرو ميم نمشيو بعيد، نقدرو نفورماتيو هاد لانستانس ونعاود نمونطيو الفوليوم مرة أخرى ونغيستوغيو لو دوسي كي كونتيان هاد لي ريبوزيتوري. تلاحظوا فالفوليوم هو سهل جدا. كيفاش اشنو دار ديجيتال اوشن فاش كخينا مثلا 5 جيجا مره اخرى هاد الدروبليت، سميوه فوليوم 2. قلنا ليه اوتوماتيكلي ماونت اند فورمات. الا درنا مانويل خصنا حنا نفورماتيو ونمونتيو اوتوماتيكمون. او تي سي اف اس تاب، ها هو روت فايل سيستم جو بونس، غاتي مونتي مانويلمون، يعني لا رو ديمارينا هاد لانستونس محال غادي يطمونطا مرة أخرى حيت مكاينش في الاف اس تاب. نقدروا نجربوا هذه المساله، نرو ديماري لانستانس، نتسناوها ديماري.
استناو لانستانس تماري en attendant créer au volume juge ou attacher au webhead guide. ها هو تيعطينا هاد البتي توتوريال، قالك دخل بي سي اس اش ودير هادي مكايفس، وديفيني واحد الدوسيي فين بغيتي تمونطيه، ودير هاد لا كوموند وراه غيتمونطا. اوكي مرة اخرى درنا الدي اف اش، كيما تلاحظو ها هو راه عاود مونطاه، جوبونس ما عرفتش كيفاش تيدير ليها. هاو ديجيتال اوشن ماونت فوليوم، بيرسيستنت ماونتين، ها هي في الاف اس تاب. في ستاب voilà. هذا راه ديجا مونطي اوتوماتيكمون. الاخر مكادير باك اب نسميه جوج، ندير ام كاي فيس اكستندد 4 سلاش ديف سلاش اس تي بي، ها هو الفورماتا، ندير ليه ماونت ديف اس تي بي ام ان تي فوالا تي اف تيري اش. حنا مونتينا واحد الفوليوم اخر ام ان تي باك اب جوج، الا بغيتو ار 5 ام ان تي فوليوم 1 هاد كيتشي. فوالا حنا كخينا واحد الباك اب ب ار 5 للديبلوامون ديال هاد جيتشي. انت تلاحظوا في الفوليوم فهو سهل، ماشي بالضبط تبعوا هاد لي كوموند هادو بالحرف. كما تتشوفوا هنا تيديروا ايكو لهاد البتيت فخاز، و سيدو تي تا كونكاتينيوه في هاد الفيشي، يعني على فوا تي افيشيو الاوتبوت و تيلوحو هاد السطر في لافان ديال لو فيشي. كما تلاحظوا معنا فلي فوليوم هما ساهلين جدا، فقط تتكخيوهم وحتى الثمن ما غاليش، 100 جيجا ب10 دولار. فهاد 100 جيجا نقدروا نكخيو ولا نمونطيو باغ اكزومبل دوكر، ولا ديرو باك اب لون باز دو دوني. سي لادمينستراتور هو اللي تيديفيني هذاك الفوليوم فاش يقدر يتستخدم. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الشرح الخاص بالفوليوم في الكلاود ديجيتال وشنو. وشكرا.